الحمد لله الذي تزلل إليه أيوب فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وتوسل إليه زكريا عليه السلام فقال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وتضرع إليه الخليل إبراهيم عليه السلام فقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وشكره يوسف عليه السلام فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وتضرع إليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقل ربي زدني علما، فكانت الإجابة على وجه السرعة، فأنزل المولى قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، سبحانك ربنا وأنت القائل لموسى عليه السلام قل واثقا من رزق مضمون ما دامت خزائني مملوءة وخزائني لا تنفذ أبدا، يا موسى لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا يزول أبدا، يا موسى لا تأمن مكري حتى تدخل الجنة وفي الجنة أصاب آدم ما أصابه فلا تأمن مكري أبدا، وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى سيدنا رسول الله محمد صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب اسمه على باب الجنة مكتوب من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب، أول من تنشق عنه الأرض حيث النجاح أو الرسول، ماء حوضه مورود، خاتم النبوة على كتفيه مضروب، به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب، حب النبي على الآنام فريضة فلا تنسى ذكر الهاشمي الأكرمي، إن الصلاة على الحبيب وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم، صلوا على القمر المنير فإنه نور بدأ في الغمام المظلم، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، من صلى عليه سيغنم ومن لم يصلي عليه سيندم، والذي تطفأ عنا بشفاعته حر جهنم والذي قدمه في الصخرة علم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بهن عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بهن مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بهن ألفا، ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه بكتفي على باب الجنة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة الحضور الكرام، عدنا مع حضراتكم إلى ساحة القرآن والعود أحمدي، ونحن في ليلة تكريم الأم المربية الفاضلة حرم الراحل الكريم الحاج حلمي بدير، فنسأل الله أن يتغمدها بواسع رحماته، فقد من الله عليها كي تصعد روحه إلى باريها، روحها إلى باريها في يوم الجمعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر وعذابه، فنسأل الله لها فيضات الرحمات والمغفرة. هي بنا إلى ساحة القرآن مع نبت بيت القرآن والمتربى على مائدة القرآن من والد وإخوة وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، السماعات اللي في الظهر جيت ولما صفر شوية
بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماء لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يا ريس يا باشا بعد اذنكم يا جماعه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. الله الله لا هل أتاك حديث موسى؟ وهل أتاك حديث موسى؟
إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا وهل أتاك حديث موسى فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترناك فاستمع لما يوحى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك
ذلك إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا رب فاخلع نعليك نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك مقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا
عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وما تلك بيمينك يا موسى. وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك
تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل الله أكبر فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. يا موسى واصطنعتك لنفسي. صدق الله العظيم. لكل نبي دعوة، وها هي دعوة نبي الله موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فكانت دعوة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمطرية محافظة القاهرة. ونحن نودع في هذه الليلة القرآنية الأم المربية الفاضلة حرم الراحل الكريم الحق حلمي بدير، فنسأل الله أن يسكنها الفردوس الأعلى وأن يجعل القرآن هدية لها في قبرها. اسم الأستاذ أحمد حلمي بدير والحق محمد حلمي بدير. اشكرونا كل من شرفنا لأداء واجب العزاء. اشكر أيضا صاحب الفراشة والإنارة والهندسة الإذاعية والخدمة الفندقية دارة الحق الشاكر الشيخ والمقيم بالشرفية محافظة القاهرة. أشكر أيضا المهندس أحمد الجعبري الذي ينقل لنا هذه الليلة عبر التواصل الاجتماعي. أيها السادة الحضور الكرام، شكر الله سعيكم جميعاً.